وهادي يا خاطر قاعدين يتفرجوا فينا. وتحيه اكبر واكرم اكرم اكرم شكون اكرم؟ الوسيم الوسيم اللي قاعد قال يعاودها خاطر يحب يصورها. تحيه بربي صفقنا وتحيه كبيره على وسيم العقرب اللي قاعد مشرفنا في استوديو كابا فيم. تحيه كبيره ليك وسيم، مرحبا بيك نورتنا. بالطبيعه كهو وسيم تنجم تقص الفيديو بتاعك. هو ملي داخل ومحمد سكر تليفون حطوا سيرو اي مسكين حطوا جوجو مسكين عامل فيه. تحيه اكبر واكبر هذه يعني قلتها صحيحه العام كمال، سلموا عليه برشا برشا بالطبيعه. ونقولوا للعائله سيسر واحكم شادين الطريق، ونعاودوا نسلموا على علي المدينه على خاطر علي مرجني بالتليفون. تحيه مرجني 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 كل مره طلع لي بطلعه راهو هبلني علي المدينه بالحلقه. محرك الراديو يا خويا ارتاح، محرك الراديو ارتاح. نهايرين مسالش مسامحينك علي، مسالش نهايرين ما تجيش ما تكلمناش ما تكلمنيش. أنا شخصيا ما كلموش علي، أنا مخاصمه قال المصري. لا علي المشكلة فيه، لا لا أنا مش متغش علي، علي كي نبدأ نحكي وحتى نحكي وخدمة ولا حاجة يبعث لي أسبوع نحكي، أنا نحكي جريدة يعمل لك نحكي جريدة علي يعمل لي هكا. علاش أنا صدقني نتغشش ندوك نكت. أنا من منبري هذا نتحدى علي المديني بعث له تصويرة اليوم الصباح أنه يهبطها على الفيسبوك. ما يهبطهاش أنه يهبطها هو في العادة ما يهبطش برشا خليه يفتح تصويرة أنه يهبط كما هبط. تحية للسهرانين اللي تعرف بها هذيك علي. تحية للسهرانين نتحدى أنه يهبط التصويرة اللي بعثها وصلته للشهرة. وصلته للشهرة التصويرة، لا التصويرة كان يهبطها مش توصله للشهرة، تجيب له برشا خدمة برش الروحانيات الروحانيات في رمضان. به فيديو بتاعنا من الأسبوع اللي فاتت وهو قاعد يحضر للأسبوع هذا. إن شاء الله إن شاء الله حمزة ربي يجيب وجهك للسلاح، وإن شاء الله بالتوفيق لك حمزة. كما العادة خلينا نعود نفكروا الناس اللي ما التحقوش بين الأسبوع اللي فات. محمد بمشاكساتك الدائمة خرجت للقهوة وما خرجتش يا كيكة، لازم تعمل عملة في المواطنين. عملنا دور على الطير وعملنا ضحكة صغيرة هكا للمواطنين. تفدلك يعني ميكرو كاشي ولا كاميرا كاشي كما تحبوا تسميوها، نشوفوا مع بعضنا شنو عملنا في قهوة في حومة شعبية. يلا نشوفوا تتسويت ونسمعوا معكم تتسويت. صحة شريبتكم، اليوم جينا للقهوة باش نعملوا تحدي ونعملوا شوية شغب هكا، نشوفوا مدى ضبط النفس نتاع اللي يخدموا في القهوة هون. ايش نشوفوا معكم؟ داخلين ضبط النفس بالفلوس. ها صحة شريبتكم. صحة شريفتك. صحة شريفتك. شنو أحوالك؟ لاباس عليكم؟ باه، احنا عندنا لعبة اليوم، تحدي. أنت قطو هذا. إي بالطبيعة مش فريكاسي. أكيد. باه. نعاود ميساج. قطو هذا. لاهي فيه. ماهوش فريكاسي. ماهوش فريكاسي، قطو. هذا جازوز اللي قدامكم تو اللي خلطت عليهم أنا. باه، عندنا تحدي. ولا أسأل هذا جازوز ولا؟ في ظرف دقيقة تاكل 5 كعبات قطو. وأنت تشرب 3 كعبات جازوز في ظرف دقيقة يربح معانا 100 دينار إذا كنت تكملهم في دقيقة. 5 كعبات قطو وأنت تكمل 3 كعبات جازوز سامحني في ظرف دقيقة تربح 100 دينار وأنت تربح 100 دينار. وعزيزي ما بديناش بدايك حبيبي. هو حسيته أي قالوا نبداو مازال ما قالوش نبداو، هو ديجا بدا ياكل. مازلت ما بديتش حتى حل جازوزات مع بعضكم مع بعضكم مع بعضكم. انت عندك برشا تخدم لهنا؟ اي نعم. قداش عندك؟ عندي عام. عام؟ عام. نهارك قداش؟ 15. وكعبة جاتو قداش؟ 2000. 2000 ها؟ اهو. واضح واضح. مسكين نهارو ب 15 وزيد يدفع 5 قطو يطلع صابون نظيف. ايوا انت معناها كنت معامل مش باش تربحوا من الاولى. غصب القطو مسكين. يلا. علي شك ما مسكين الساعة بتاع الجزوز مسكين ايه كده بكل فرق. وصلت كعبة الاخرى؟ ايه كملتهم؟ باه هاي خلصوا منك 5 كعبات. نوا شو بيك تفزع؟ خلصوا منك 5 كعبات. شنو تصدم تصدم هات لي 100,000 ضربني بالرسمة صدقني ضربني بالرسمة. لا حتى انت مش فدك صديقي. هاي صحة شريبتكم يا جماعة. هذا حذمي ضميري ما خلي خليك عم لغة كان عم قلنا اللي طايح لوف لازم نعمل له حاجة. خرابي يا خرابي بسي بش هذه خرجتنا اليوم في دور على الطاير، استناونا في برشا شغب. اوه برشا برشا شغب بربي سردو شغب الاخرين يا حسيلو بتاع السيد هو ريكش يحكي مع صاحبته سيرح مسكين بر بر ليك فجتك في مخ كيفاش عملت والله اسمعني انا وانا خارج بها
الفت انتباهي انه سارح هكا في التليفون ولا موبايل. هذاك خلص صاحبته قال يحكي لصاحبته صورنا توا اللي مشاكل بنات تونس الكل تعاني من القهوه. لا 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 حذامي احنا دخلنا وصورنا الكاميرا كاشي وهو ما تلفت الناس جمله يعني ماهوش مركز معنا ما هز حتى عينيه لا شاف الكاميرا لا شاف حتى شيء. يا اخي حبيت لهي شويه حبيت نجلب انتباهه شويه قلت هذا فاش غاتس اسبوان يعني ما ينجمش يكون عقله وروحه والكل حاسس. يا اخي عملت له العمله هذيك نتاع جبت له نحيت له الجباد نتاع الشيشه ونفخت له فيه مسكين تهز وتنفض قال بعد يحلف حرام لي حرام بعد ما قصينا الفيديو يحلف لي قال لي والله خرجت من خدمة علاش عملت لك عيش وخير. انا نحب نفهم علي المديني علاش يطلب فيا 30 الف مره وانا في لونتير هو عارفني يتفرج فيا علاش بيك شبي خويا نطلب على لولو حبيت نعديوها قلت لحمزه خلينا نعديوها باهي خلينا نعملوا ترتيحه صغيره ولكن قبلها خلينا محمد يظهر لي عندك تعليقات شويه على التونسي. تعليقات على التونسي اللي التونسي سبيسيال نوعا ما التونسي ما تنجم تمثله بحتى شعب عربي عنده خاصيات وعنده ميزات معينه التونسي اللي ما تلقاها مش عند حتى حد مثلا بها كيفاش تعرف اللي هو التونسي. اعطيني مثال عندك شي حاجه كي تعرفوا كيما علي المديني يطلب في كل وقت تفرج احكي لك انا على الماكينه علي راني في لونتين في لونتين علي الكذب. صنعتها اليابان طلعت قرابه 100 واحد جات للتونس ما طلعتوش طلعت جات للتونس سرقوها سرقوها هي بيدها تصور انت ماكينه نتاع كذب. لا 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 هذه حاجات بديهيه بها مثلا باش تدخل اكثر من التونسي هو الوحيد اللي كي توفى دابوس الشامبوان يصب فيها الماء يزيدها بالطبيعه هو الوحيد اللي اذا وفيت حكت شامية يحط فيها ادوات الخياطه هذاك اي لباري كل غادي اللي مهم هو الوحيد اللي كي يشري ستيلو يجربه في ورقه بيضاء هكا ومن بعد يخلص على اساس هذاك مستعمل يعني سي هو اللي اذا وفيت الصابونيه يلصق لها يلصقها في اختها يعني لا هذه ما جاتش لبالي الحقيقه جات لبالي هو اللي الاولاد نعيشوا لا التونسي زاد هو اللي اذا وفيت حكت طماطم يعملها طاسه نتاع حمام ولا الربعيه اللي عبي بها الكسكسي نلقاوها في كل دار يحطوها في كل بالميل نتاع الكسكسي هو اللي اذا يتقطع المريول يعملوا خيش يعملوا خيش هذا التونسي لا وزيد لانجيت يا الغاز كي باش يجربها يحط عليها البريكيه وزيد يحط عليها كانت فرق مريول احمر فوالا اللانجيت يا باهي اللانجيت علاش صانعينها باش يمسحوا بها الوجه واليدين التونسي اخترع انه يمسح بها السبيدري وقال لك تبيض تلمع السبيدري دونتي فريز زاد ساشيات المجازان هذاك التونسي اخترع انه يعني يخصصهم للزبله والوسخ وكل حاجه معقول انظف منا ما فماش يا ودي التونسي راه ما فماش كيف ابتكارات تونسيه ما زلنا التونسي هو اللي كيحل الياغورته يلحس الغطاء يعني تقول عليهم كاتبين الرجاء اللحس قبل الاكل معك. التونسي الوحيد اعطيني شعب في العالم يلحس الغطاء نتاع الياغورته بخلاف التونسي التونسي اذا ركب لاسانسور الوحيد اللي يبدا يتخيل اللي لاسانسور باش يطيح بيه وهو طالع في عالم كامل معناه هذا متفائلين احنا شعب متفائل من عند رب فماش بيت تونسي هذه فما عاده نتحدى اي واحد فيكم ما عندوش منه فماشي بيت تونسي ولا دار تونسيه ما فيهاش كوموند ضايعه وما فيهاش كوموند ما فيهاش فلسطين والتونسي كي تبدا تلوج على حاجه يقول لك وين خليتها يعني على اساس انا نعرف وين خليتها اقعد واقف ما اذا كان لا وكل الكلمات نتاع اقعد واقف مصطلحات هذوكم التونسية مصطلحات التونسي العجيبة والغريبة واللي ما تلقاهاش في حتى الدولة كلمة يذكي يذكي يعني يقصد بها الواحد مصدق كلمة هاك بكري يعني هاك جيت مخر كلمة صدقتك يقصد بها الواحد كذاب كلمة هاو صاحبك جاء يقصد بها على واحد تكره المثل اللي يقول الابتسامة في وجه أخيك صدقة لكن في تونس تضحك الخوك يقولك شبيك تضحك لامك تقول لك ايش تحب تضحك البوك يقول لك والله لا ترى دور تضحك العبد غريب يفوح فيك يفوح فيك ويقول لك تعرفني تضحك الطفله غادي عاد نهارك مشوم وتمسح بيك القاع تضحك وحدك في الشارع يردوك مجنون ومهبول في السوق خلينا هاي في السوق نكمل مازال قلبه معبي خليه علقوا عاود تلبع له لا على التليفون اي معناه اللي معانا علي بالتليفون والله العظيم تعبني علي تعبني 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 علي صحة شريط مرحبا يا لولو يا تونسي بربي بربي دقيقة ما تتكلموش خليني نفض مشاكلي معاه في المباشر علي علاش تطلب فيا خويا وانا في لونتين على خاطر فما شكون اللي معك تويته واحد اسمه محمد كرونيكور المرة الأخرى عامل كومنتير في تليفون قرا وفما علي المديني راه مفركس عليه ما لقيناش وانت تعرف علاش يا لولو انت تعرف علاش على خاطرك قمت بشتم السيدة المديرة ألفا ميمي
لا كيفاش شتمتها كيفاش شتمتها؟ علاه باهي انت علاش قلت لي ما نجاوبكش يا علي كي هي حتى جادور؟ لا لا ما يا جادور يا علي يا جادور على قولوا شنو احوالك؟ والله خليت بلاستيك اليوم العشيه كي روحت وكان انت روحت شكون اللي روح علي انا يحكي علي خي شبيك مكلمنا قبل هكا وتحب نعديوك بالسيف وتطلب في لا لا حبيت نسال سؤال محمد صالحيه وقت اللي استدعاني بحداث لقى فاتت في دارهم والله انا استدعيتك وانت ما جيتش يا علول انا استدعيتك يا علول وانت اللي ما جيتش خايف من الكلب اللي عندي عنده كلب زعما كليني علولو بطلب عزيز بطلب عزيز نهايري نتقابلوا كان نهار الاحد ان شاء الله من هنا لنهار الاثنين نهار الاثنين لنهار الاحد خاطر للاسف نخدم انا وياها اخبار علولو غدوه لهنا ما تكلمنيش علي عايش خويا لا لا غدوه مروح بحذا الوالده في الكاس باهي غدوه مروح باهي يا علولو طلع على الوالده طلع على الوالده واعتقني عايش خويا ما تكلمنيش يا علولو خويا حمد هاو من منبري هذا قدام الناس الكل تسمع انا نهار الاثنين نستدعاك على عشاء ان شاء الله بحول الله تجي عاد والله بحكي في الكواليس احكي في الكواليس انت من قبل الحصه يا علولو نستدعى فيك ضيف في الحصه يعني من قبل من عام ناول 2022 من قبل ديسمبر ما جيتش معايا باش تحضر باش تجيب العشاء مازالوا جمعات اخرين مو بالجمعه ليميسيون تاعكم اها بالجمعه نخدموا بالثلاثه بالاربعه كل ساعه علمها يا علولو سؤال اخير عندنا مخرج يجي نهار الخميس عندك الجرأه يا علولو تهب التصوير اللي بعثها لك الصباح لا ما عنديش الجرأة علي احنا عندنا الجرأة راه النجم نهبطها النجم هبطها راه يا علولو فيها تصويرتك وفيها اسمك لا 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 بموافقة سيد المخرج الأول في تونس علي المديني والله ما ريتوش السيد المخرج كيفاش بحذاه بالروحانيات بعث له تصويرة قال لي بها قال لي ناقصة فانوس ناقصة فانوس علولو سهرة طيبة سهرة طيبة ليك وللجميع يعطيك الصحة علولو سلمنا على هادية برشا برشا تبلغ تحب تقول حاجه هادي نحسها هادي نعدي هيك ما تحب تعديها عادي ولا انا قاعدين نرتاحوا منك في الاستديو نلقاوك في التليفون تخرج على فكره هادي الماجري والممثل اللي كان داخل معك نسويك متابع جدا هادي الماجري اي زاد ابوه هادي اسمه هادي الماجري هاي البرشا سي بيان راهو عليه المعلومات اللي جيبها لك راهي شكاك معلومه هذه صدقني يا لولو تونس كامله ما كانش تعرفها تحيرت على البلدان هاي تسمع فيكم يا خلق التحية كبيرة لها سلمنا عليها برشا سلمنا على العائلة الكريمة الكل تحياتي يعني. شكرا ليك علولو مشكور جدا نظرا للتفاعل الكبير نتاع علي مرجني برشا برشا مرجنا الناس الكل الحقيقة لي يطلب في المخرج يطلب في باهي يطلب في محمد يطلب في أنا يطلب مع ستوندر ما يسالش نعديو الخير ملي يقص علينا اللايف أي ولا يمرجنا ما يسالش عليك يحب يحط العصاف العاجلة ينحي له الفيشة نتاع الكاسك يعملها يعملها أنا يقص علي الميكرو عادي أنا علاش حمزة نحبه هكا من قلبي قص اول مره نشوف وسيم عاقل هذه حاجه باش يشد بها التاريخ بالطبيعه باهي خلينا نتعديو لك العالم المزيان اللي انت تحبه من بكري وقايد في ديديكاس ديديكاب توت سويت ديديكاب هذه فقرتنا اللي باش نختموا بها حصتنا اليوم يعني كما نعاودوا حذيمي نزولا عند رغبه المستمعين اللي يعني يحبوا يقدموا لي ديديكاس تاعهم وانت زاد تنجم تقدم ديديكاس تاعك على 72200 حمزه يسخيب عليه هو تطلبنا احنا نعديو لك الديديكاس تاعك اي ديديكاس تحب تعديها لشخص قريب عليك ولا عزيز اليوم بيا ترحم على ولد عمها وجدي وتقول ان شاء الله يا ربي يرحمك وتوجه زاد بالمناسبه تحيه لمروه الدخلاوي وتقول لها راني نحبكم برشا 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 بالمناسبه هذه زاد نحب نترحم على روح وجدي الدخلاوي خاطري نعرفه معرفه شخصيا ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله ربي يصبر عائلته ويصبر اخته بالاخص خاطر تعرفوا اللي هما زوز معناها وبالحق يحبوا بعضهم برشا اي ان شاء الله ربي يصبرهم وان شاء الله ربي يصبر قلوبهم يا ربي ان شاء الله ربي يصبرهم ويرحم جميع المؤمنين من شيره اخرى خالتي عروسية بن عمارة تهدي تقدم ديديكاس لولدها فهري في قطر وتقدم ديديكاس زادة لبنتها آمنة ورجلها وولادها في ألمانيا وتقول لهم راني توحشتكم برشا وتمنيتكم رمضان السنة راكم معايا إن شاء الله نقول لهم إن شاء الله ربي يرد غربتهم وربي يفضلهم ربي يرد غربتهم على خير خالتي عروسية وإن شاء الله ديما فرحانة بهم وربي يطولك في عمرهم إن شاء الله يا ربي كانت هذه ديديكاب شكرا لكم كافة الفريق مشكورين
مهمين جدا. حمزة بربي تصفيقة كبيرة على حمزة خاطر قاعد يخدم في خدمة كبيرة برشا برشا معنا في السهرية يعطيه الصحة. شي سبق على روحه يحب خدمة جبارة الحقيقة. جبارة أي 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 خاطر أنا إذا كان نقعد على البي سي صدقني نجوجم فما بالك حمزة أربعة أربعة بي سي وبرشا فلس برشا 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 فلس ساعات نعاونك ولا لا فما 300-400 فلسة حمزة فهم موجودي الحقيقة بالحق جنود الخفية ذي هو وعلي المديني وأحلام زميتة ومال فريق الكل برسمي توجه لهم تحية فريق الإعدادية زاد الكل زاد نسلم عليهم برشا مدام كل فمامي زاد السيدة المديرة باش ما تغشش علينا مرة فريق الكل فريق الكل ما ننسى حتى حد الجمعة ذي الجمعة اللي فات ما توجهت لهاش بالشكر عذبتني جمعة كاملة حقيقة. مالا يا خويا تحية الفمامي أنا خاف بالمرج حتى فرانك الجمعة هذه دونك نتوجه تحية كبيرة كبيرة برشا مدام الفمامي نقول لها يخرج عليك في الإشاعات شكرا لكم كافة الفريق باهي بالخير شكرا لك ميرسي بوكو لك حذامي قاعده مزيانه مع الفريق الكل محمد كيف كيف حمزه عراكي في الاخراج التقني والرقمي زاد حمزه نميره دونك حمزه احنا نميرة. معنا في الليل حمزه نميره معنا في الصباح يولي حمزه حمزه قطوسه كل والله اسم جديد اوكي منو هكا قطوسه ممكن معي قبل في الكابتن عيطوا حموزه بالحمز حمزه بيتغش منها قبل ما بعد يقول يديك ما تقول لي يعطيكم الصحه الناس الكل على حسن المتابعه الاهتمام محمد شكرا لك نتقابل الاسبوع القادم شكرا لكم كافه المستمعين استنونا في موعد لاحق الاسبوع القادم كالعاده في برنامج السهريه اكيد سهره طيبه للجميع باي باي